الأموات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر. هذا الذي يسمى بمتاع الدنيا. إذا شغلتنا هذه الأمور السبعة عن الله سبحانه وتعالى هذه دنيا مذمومة. إذا شغلتك أهلك امرأتك عن الله امرأتك دنيا مذمومة. إذا شغلتك أولادك عن الله أولادك فتنة لك. إذا شغلتك مركوبك سيارة بس ما تفكر إلا في السيارات، بكرة تشتري هذه السيارة وبعد سنة خلاص تجرت من السيارة القديمة تريد سيارة جديدة تجمع فلوسك، فهمك إلا السيارة. ثم أنه ليس في من السيارة إلا لنفسه، يتمشى من مكان إلى آخر، ما يستفيد بهذه السيارة في إعانة غيره. هذه سيارة مذمومة، هذه الدنيا مذمومة. الذهب والفضة وغير ذلك هذه هي متاع الدنيا. فإذا سيطرت على الإنسان هذه الأمور السبعة فهذا الإنسان على خطر، هذا الإنسان على خطر. نسأل الله اللطف والعافية.